طيب كيف ترى الآن القوات الروسية قد تمكنت من السيطرة على مدينة ليمان في إقليم دونباس؟ كيف ترى هذه التطورات؟ ربما السيطرة العسكرية هي يعني تستخدم استراتيجية الأرض المحروقة من بعد استراتيجية الصدمة والترويع في عملية قصف ما بعد خطوط يعني القوات العسكرية وقصف المدنيين واستهداف المشافي والبنى التحتية، إضافة لإخراج البنى التحتية عن الخدمة بشكل كامل، مما يسمح لها تفريغ تلك المناطق أو تلك المدن التي تقوم باحتلالها واستخدام الذخيرة المفرطة، كما جرى في الغوطة الشرقية. عندما دخلت الغوطة الشرقية في اليوم الواحد رصد قرابة 250 غارة إلى 1000 غارة في بعض الأحيان نتيجة المقاومة الشرسة التي تقوم بها القوات أو الفصائل المتواجدة للدفاع عن هذه البلدات. لذلك أعتقد أن الاستراتيجية الروسية تقوم على إحداث أكبر كم من الانفجارات والتغول من خلال هذه الانفجارات بعد